واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولا تشركوا به شيئا 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 وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب ذي القربى والجار الجنب والجار 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 ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويأمرون الناس بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله آتيهم الله من فضله ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 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 وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا باليوم الآخر والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا فساء قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر
الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون آمنوا
آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر وإن كنتم مرضى أو على سفر 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 وإن كنتم مرضى أو على سفر مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط 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 أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم والله أعلم
بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت على أدبارها
أصحاب السبت يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا 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 ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا
أهدي من الذين آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا من الذين آمنوا سبيلا أهدى من الذين آمنوا سبيلا آمنوا سبيلا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدي من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نصيرا ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا نقيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله آتيهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله 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 فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه 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 فمنهم من
آمن به ومنهم من صد عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا سعيرا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جلودا غيرها ليذوقوا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا والذين آمنوا وعملوا الصالحات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا وندخلهم ظلا ظليلا